جدا بحكم اننا المرتبه ديالنا ثانيين على المقابلات اللي تلعبوا قبل منا كلهم كانوا تعادل، يعني ربحنا زوج نقاط على الفروق اللي قدامنا. ما كاينش كثير الوقت باش تهيئ الفريق كيف تبغي، ولكن انا عارف هادشي دونك ما نتخباش ورا هادشي. مي ما يمكن ليا الا نهني اللاعبين ديالي اللي في الحقيقه طبقوا على ليتر داكشي اللي اسمو داكشي اللي قلنا لهم، لان غنعرف بلي ما غنتعبوا كثير، لان الرجاء فريق جريح بعداك دونك كيقلب على انتصار باش ما كان، دونك غادي يكون عندهم استحواذ الكره وغادي يكونوا فرص ديال التسجيل. ما يمكن لي الا نهني انا لون دي ماتش عندي هنا هو فرني لاكاردين بوت اللي خرج كواري صعب وصعب جدا. الان خصنا تيرميني هاد الامور، فيليسيتاسيون للاعبين، كلشي مجند، لا المسؤولين لا الجمهور لا لعابه لا حنا الصاف باش نخرجوا من هاد الورطه. الان يطلعوا للكار خصهم يفكروا في المقابلات البراج اللي جايه هي ديال جديده. خويا الله ما نقدش نجاوبك على هذا الشيء لان ذاك الشيء مؤلم، انا نقول لك مؤلم، وانا كتعرفني علاقتي مع الرجاء ومع مؤلم، الله يسهل عليهم وصافي ما نقدش نقول.